صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، في البداية نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان. عيدكم مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الصلاة جامعة، سووا صفوفكم يرحمكم الله، فإن تسوية الصف لتمام الصلاة لا تقطع صفا، واصلوا الصفوف يرحمكم الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة،
الآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر ما صار الحجيج إلى بيت الله الحرام. الله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون.
الله أكبر. ما عظمت لله الشعائر وطاف بالبيت زائر. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نحمده سبحانه وتعالى ذي النوال والإحسان والعطايا والفضل والامتنان، ونستعينه ونستغفره ذي القوة والجبروت، فهو أهل للتقوى وأهل للمغفرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واشكروه يزدكم من فضلكم من فضله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، سنة الخليلين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تحيونها وذلك بما ستريقونه من دماء الأضاحي في هذه الصبيحة المباركة المعظمة إن شاء الله. عباد الله، لا يخفى على ذي لب وعقل سليم قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وما فيها من دروس وعبر حينما جاءه الأمر من الواحد الديان بأن يذبح ولده في لذة كبده. وهذه عباد الله سنة الله عز وجل في أنبيائه وأصفيائه، سنة الابتلاء والاختبار، يبتلى المرء على قدر دينه. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول الله تعالى باسطا هذا الحدث العظيم في كتابه المبين: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. آيات بينات تقرع الآذان والأسماع وتخترق القلوب والأفئدة. أمر من الله مشاورة الخليل لابنه في تطبيق شرع الله، بر وخضوع واستسلام لأمر الله تعالى، ثم شروع في تنفيذ حكم الله حينما وضع جبينه على الأرض وأكبه على الأرض.
وتأتي الجائزة الكبرى عباد الله، والنجاح الأعظم في الاختبار نزل بكبش من الجنة أعظم ما يكون، وتركنا عليه في الآخرين. بقيت هذه السنة ثناء وذكرى لمن جاء بعده من الناس إلى يومنا هذا. أيها المسلمون عباد الله، إراقة الدم هي عبادة، قربة يتقرب بها العبد لربه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. يعني إهراق الدم هي أفضل عبادة يقوم بها العبد يوم العيد، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتدبر القرآن وأن نستفرغ الجهد في فهم معانيه ومقاصده وتعلم أحكامه وحكمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال عز من قائل: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن نعيش معاني قصة الذبيح نستحضر قول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. دعا إبراهيم عليه السلام ربه فقال: رب هب لي من الصالحين. دعا ربه وعمره تجاوز 80 سنة، دعاه أن يهب له ولدا صالحا. فالله عز وجل هو الواهب، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يا من يريد الولد ولم ترزق بعد، لا تقنط من رحمة الله. ركعتان في جوف الليل تناجي فيها ربك: رب هب لي من الصالحين. وأي دعاء شئت أدعو الله وأنت موقن بالإجابة، كرر الدعاء، ألح في ذلك، فإنه يوشك أن يفتح لك. فخزائن الله ملأى لا تغيض، سحاء الليل والنهار، كثير العطايا. إياك وإياك أخي المسلم، أختي المسلمة، أن تقنط من رحمة الله فتكون فريسة لإبليس عدو الله. فالله هو من يهب الذكر، هو من يهب الأنثى. إياك وطرق أبواب السحر والدجل، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم تأتي البشرى لخليل الرحمن: فبشرناه بغلام حليم. جاء في كتب التفسير عباد الله أن الحليم هو الموصوف بالحلم، وهو اسم يجمع أصالة الرأي ومكارم الأخلاق والرحمة بالمخلوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. من أراد أن يكتسب هذا الخلق فعليه بممارسته، لا شيء يولد مع الإنسان، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم وتعويض النفس على الحلم. علموا أبناءكم عباد الله، علموهم أخلاق القرآن منذ صغرهم، حفظوهم كتاب الله، عودوهم على القرآن ولو أجزاء يسيرة، فالقرآن
يعلمهم كل شيء أيها الأغنياء، يا من وسع الله له في رزقه، زاحموا أبناء الفقراء في الكتاتيب القرآنية والمعاهد الدينية، أكثروا سواد الأمة بالقراء والحفاظ والعلماء، لا تشغلكم الدنيا عن أبنائكم، فوالله والله لو لم يكن لك غير ولد صالح واحد فقط يدعو لك بعد مماتك لكان أفضل لك من حمر النعم وما أشرقت عليه الشمس وما غربت. علموا نساءكم، أرشدوهن، اسمعوا ماذا قالت هاجر لخليل الرحمن لما تولى عنها تاركا إياها في واد غير ذي زرع موحش. قالت يا إبراهيم، الله أمرك بهذا، أمرك أن تتركنا في هذا الوادي. فجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها واضعا نصف عينيه أمر الله، فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، انظروا إلى المرأة الصالحة ماذا قالت، إذن لا يضيعنا، ثقة عظيمة بالله، كلمة عظيمة تخبر عن مدى إيمان قوي لهذه المرأة الصالحة. علموا عباد الله بناتكم أخلاق القرآن، علموهن الحشمة والحياء منذ صغرهن، فاليوم جارية وغدا امرأة. وصدق من قال الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف، كونوا قدوة حسنة قبل هذا وذاك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، أشكر الله تعالى الذي هداكم وأعطاكم الفرح والسرور بعيدكم، واستشعروا عظمة هذا العيد وأنتم تذبحون أضاحيكم طاعة لله واتباعا لسنة سيد المرسلين. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهله وعمن لم يضح من أمته، فطيبوا بها نفسا عباد الله، وكلوا وتصدقوا، فإنها أيام أكل وأيام شرب وذكر لله تعالى. قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منكم صيامكم وصدقاتكم وأضحياتكم، وجعل عيدكم مباركا سعيدا، وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أجرنا اللهم من النار بعفوك
وأدخلنا الجنة برحمتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا جميعا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمير المؤمنين اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، أله الحق حقا وارزقه اتباعه وأله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم احفظه في ولي عهده وأنبته نباتا حسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمنا جميعا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق كل من نصب في خدمة الوطن والمواطنين من رجال الشرطة ورجال الدرك وأعوان السلطة وموظفين وإداريين وأساتذة ومعلمين وأطباء وممرضين، اللهم كلهم وليا ونصيرا، اللهم كلهم وليا ونصيرا، ظهيرا ومعينا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ولا ننسى إخواننا عمال النظافة الذين يسهرون دائما على نظافة الأحياء ونظافة الطرقات، وبالمناسبة فهم يطلبون أو لا يطلبون، ينبغي لنا أيها الإخوة المؤمنون أن نعينهم على خدمتهم هذا، أن نعينهم على هذه الخدمة التي يمارسونها. ونتكلم معكم بالدارجة، خصنا كامل نعاونوه، فهذاك الصلح لك الرميوة، كل واحد بينا يجمع الصلح دياله ويديرو في واحد الكيس ولا في واحد الصاك ويوجدو برا، ما يبقاش يلوح داك الشيء غير هكاك عبثا، يبقاو يلوحو دوك الهياضر والجلودة والأحشاء. عاملوهم أيها الإخوة كإخوانكم، أعينوهم على هذه الوظيفة، على هذه المهمة، فالنظافة من الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما فيه خير ورزق حسن. أسأل الله أن يبارك في أرزاقهم وفي حركاتهم وسكناتهم، كذلك أهل الصيانة الذين قاموا بترتيب هذه الأجواء من صوت وصورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالهم وأن يبارك في حركاتهم وسكناتهم وأن يوفقهم لما فيه خير ورضا الله عز وجل. وتقبل الله منا ومنكم، ونفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدي، هذه فرحة كبيرة بهذا اليوم العظيم وبهذه المناسبة الربانية التي جعلها الله تعالى فرحة للمسلمين جميعا. فأقول لجميع ساكنة مدينة زي والمسلمين جميعا: عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم. وكذلك هذه هي عبادة، عندما يضحي الإنسان قل بسم الله الله أكبر وينويها تقربا من الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كنشكر الأخر زيو سيتي على هذه المناسبة، وفي هذا اللحظة نحن عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة وجميع المسلمين في بقاع الأرض. نحن كنتواجدوا في مصلى مدينة زيو اللي درنا المجهود جبار بالتعاون مع جماعة زيو أنه هيئنا المصلى للمصلين. الحمد لله الأمور كلها دازت بخير، نا واحد 4 أيام ولا 5 أيام وحنا خدامين في هذا المصلى،
ولكن دازت الأمور بخير. وكنشكروا كذلك الجماعة القروية، الجماعة ديال زيو، وكذلك مجموعة ديال الشباب اللي ضحوا معنا، اللي وقفوا معنا، اللي نظموا معنا في الصلاة. فكذلك كنشكروا الأمن الوطني اللي قام بالمجهود، وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بالنسبة للمخازنية كما كيقولوا القوى المساعدة. فكنشكرهم كلهم، وعيد مبارك سعيد لجميع المغاربة، والسلام عليكم ورحمة الله.